امرأة تسأل فتقول إنها أسلمت ولها أخوان مسلمان وأما أبوها فهو كافر، تقول أخوها الكبير يصلي أحيانا وأما أخوها الصغير فهو دائم الصلاة، أيهم وليها إذا أرادت النكاح؟ أول شيء إنها تدعو أخاها اللي يترك الصلاة أحيانا، تبين له، ربما يكون جاهلا، تبين له وتدعوه إلى الله لعله يتوب، فإن تاب فهو الولي، وإن لم يتب يكون وليها الصغير المحافظ على الصلاة. نعم.